هاي الامطار كل سنه نعاني من عندها، زين عطوا عطله زين، هاي فائده العطله شنو؟ ثاني يوم نفس الشيء، الامطار مدار داير ما داير المدرسه، الباب مال المدرسه غرقان، زين الطلاب منين تفوت؟ شنو الفائده من العطله؟ زين غير يسحبون هذا المي مثلا في الطريقه اللي يعالجون هاي المي، هاي الشارع كله كل سنه يغرق، البيوت يطب المطر للبيوت، المدرسه الكادر التدريسي منين يطب؟ زين منين يطبون؟ الطلاب منين يطب؟ زين اذا هو المي ما داير المدرسه، الباب غرقانه، شلون يعني؟ مو حل هذا، فالمفروض يشوفون حل لهاي الطريقه، لان يعني كل سنه هاي نفس المعاناه ونفس الطلاب والكادر التدريسي نفس الشيء، يعني المعاناه هاي كل سنه، فنطلب من عندهم يحصلون لنا حل لهاي المي مال المطر، هاي الطلاب شلون تدريس، الكادر التدريسي من يفوت؟ الطلاب شلون توصل المدرسة؟ مين يطبون؟ يطبشون بالمي. نفس الشيء يعني ما بيها زين العطلة شنو الفائدة من العطلة؟ ماكو بيها كل فائدة. صح لو لا؟ اي. فنترجى من عندهم من الحكومة، من الحكومة المحلية يعني يحصلون حل لهاي المشكلة، وهاي كل سنة طبعا كل سنة. يعني كل سنة هاي المطر والهاي تغرق المدرسة. حتى الطلاب دعانوا للكادر التدريسي صح لو لا؟ ما يعني ما جاء نلقى حل لها، نترجى من عندهم يحصلون لنا حل. الحل هي يعني منطقه منكوبه، مو هسه من 2003 لحد هسه، يعني ما اجى محافظ او تعمير، خاصه المجاري وحتى الشارع النظيف يا اخي يستخدموه تبليه يعني يوميه، تفليش وعمار، شارع 60 يمكن 3 مرات، شارع 40 4 مرات، يعني يتبلط ويرجع. وهسه يمكم هاي هسه هاي بحيره، هسه اشوف هاي اول مطره تعتبر بالشتاء، مو يعني بعدنا مو بالواحد ولا بالثاني، هاي اول مطره. وهاي جمعنا احنا فلوس وسويناها، راح نسويها مستنقع على مود يفيدنا المي شو وقت بالصيف القادم، على مود تخاف تصير ازمه مياه، ما نحتاج لا لايران ولا نحتاج التركية. هاي شوفوا هاي، لو كل الاحياء تشترك وتسوي هيك مناطق في كل حي، بحيره صغيره صناعيه تفيدنا بالصيف، بعد ما نحتاج اي مي، لا نتوسل بتركيا ولا بايران، لا قطع علينا النهر ولا الزاب الصغير ولا الزاب الكبير. هاي هيك مشاريع، هاي مشاريع عملاقه يسووها الاهالي وليس الحكومه. هاي شوف هسه هاي باحه، هاي بحيره حلوه ونظاميه وصغيره. حتى الطلاب اللي يجون للمدارس يعانون، الناس اللي يطلع يريد يروح، وانتم هالشوفت عندكم، يعني الوضع تعبان جدا، ونتمنى انه المسؤولين يلتفتون لهالمنطقه وبقيه الحله كلها، مو بس الاكثريه يعني. والله انا صار لي 7 سنوات قاعد بهاي المنطقه، نفس الشيء من قعدنا ولحد الان، والله نطالب بالخدمات العامة للمواطنين وخاصة الشوارع المجاري. والله ما أعتقد يسوون شيء، لأن أجوا قبلهم وراحوا، أجوا وراحوا وما صار شيء. والله إحنا طبنا المي لهنا، أشوف الشحل وراك شوفها، طبنا المي ولا نقدر، طلاب خطية، هاي انتخابات إيش كش ماكو، ولا انتخابات ولا هاي، يقفصون على الوادم وهيج يتخب بس يريد يصعد براسنا. وهنا هاي روح شوف بغداد، شوف الجمعيه هنا لعد الحله شبيه، غير خدمات ماك، ولا خدمات ولا تبليط، هاي بس هذا التبليط مال هذا، كل شيء ماك حرام، بس هيك يتخبون عليك يا هاي، بس يريد يصعد براسنا. لا والله ما نتخب، ليش نتخب؟ امه سوينا شيء ما منتخبين احنا؟ سوينا شيء انا اتخب، اشوف انا عن امه وابوي ما يتخب. اتخب وش يريد اسوي؟ شوف الطين، شوف الهاي، هسه حتى تبليط ماكو ولا مي ماكو، هاي بس هيك فوت بالطين واطلع قبل. مجاره ولا مجاره ولا هاي، كل شيء ماكو. مجاره طاقه هيك يسوون والله. سيح هاي بس هيك طابوقات يعبرون عليهم. لا ولا سيارات ولا هاي، كل شيء ما يجن. بس هيك يجون البارحه جو سحبوا شويه وراحوا، قلنا لهم رجعوا ما
ما رجعوا وشوف الشحل وراك. ما يصير والله ما يصير هاي، واللي ما معل أرسل الانتخابات على عينه وعلى راسه ننتخب بس غير يسوون خدميات ماك ولا خدميات ولا هاي. البارحة يا المطر 4 دليفري انقلبوا، 4 من عندهم انكسروا رجلهم وانكسر ايده بسبب الطين. الشوارع التعبانة كلش تعبانة، يا هل يجي صار براسك ابو علي كل شيء ماكو. اجوا شوارعنا الخدمات ما حي العسكري ولا مهندسين ولا غيره ولا غير، اجوا علينا تبليط وما اعرف شنو وانتخبوا 25 وغيرها وغير، كل شيء ماكو. اجى منا طب منا طلع منا بس يدس على براسنا. هاي واحدة. اثنين ابو الدليفري اللي علي يعني هي اصعب شغله، يمكن هي اصعب شغله بالشارع، هي خطره كلش يعني بالشارع. مزلقان البارحه ما احكي لك عليها، الحوادث اللي صارت البارحه ابو الدليفري ما احكي لك عليها، يعني الطين واصل للهامه. عود اليوم عود قلنا نشفت الشارع او شوف الشارع او شوفت عينك كل شيء ماكو. اكيد انا اليوم ما طالع، اليوم يلا طلعت شفت الطين الله وكيلك اسال هذا الطلب اروح. ما تقدر تشتغل في الطين؟ ياثر علينا، ياثر على رزقنا، ياثر على عوائلنا، على كل شيء ياثر. وانا عيشتنا على 2000 دينار الله وكيلك من الصبح اللي على مود 2000 دينار الطلب. والله اثرت مثل ما تقول، اثرت هواي، اثرت علينا. اول شيء مثل ما تشوف صباع السيارات ملاتنا كلها يعني تفلش من وراء الفروع والطسات. يعني اول واحد انا متاذي اليوم من خصوصا اليوم باع اول بنشرين طقن عندي من الصباحيات. زين هاي لا يوميه احنا نطب بالشوارع وهيك حفر وهيك طسات، ويوميه خسران لنا 10015. راتبنا ايش قد؟ راتبنا هو كله 500 600. انت بال 600 ذاب لك ذاب بس على التارات والحداديه. شوف هسه باع الشوارع هاي كل سياره طوب تطمس لي جوا تطفي بنص الشارع من ورا ذني. لا مجاري لا شوارع بها حظ، الى فروع ملاتها الطين واصل للركبه. لا يعني ايش اقول لك، لا طب برجلك ما تقدر تمشي، مو تقدر تمشي بسياره. وانت هسه بس اكو كاميرا تفتر على الصور، صورهم متروسه. وين صورهم حاطيها بنص المي بنص الشيحه. يعني هو اصلا انت مرشح على البرلمان وانت حاط صورتك بنص الشيحه، يعني ايش تترجى من عنده؟ يعني انت ما تطلع ما تشوف الشوارع؟ لو هو اصلا ليش يطلع؟ ليش يشوف الشوارع؟ اصلا الجوز ما يطلعوا من هنا، يمشوا مع الجسور الجوز ما يمشي اصلا بهالشارع اصلا. هسه باع هو صورهم، باع صورهم تارس المكان، تارس الحياطين، وين؟ بنص الخيسة وبنص المي. هسه الشوارع كلها متروسه طين ومي. هاي زين هذا الشارع عود تبليط، تبليط وباع فايض. السيارات الطب اللي جوا يوصلها المي اللي جوا من غير الافرع، لا طب الافرع تشبع ضايم. ايش تحكي بقى استاذ؟ ما تقول لي ايش تحكي؟ والله يا اخي يعني تاثير سلبي كلش. زين وبلديه ماكو، هاي هسه تشوف التصور هاي يعني اذيه كلش. الشوارع ما تنمشي، يعني اطفالنا نخاف نخليهم يروحون للدوام، كهرباء التيوله. زين شوارع ماكو، يعني الحكومه المحليه خدمات يرثى اليه. زين وهاي انت اللي تشوف قبالك بعد، والله ما يقدرون يسوون شيء، ما يسوون شيء. يعني هي هاي كل سنه هاي المأساة، يعني مو جديده، هاي مو اول سنه هاي يعني الشوارع تغرق وتفيض. وهاي زين البلديه ما تطلع هسه تلقى تناكر تسحب، بس تناكر تسحب. يعني شنو هذا؟ مو حل هذا. يعني المجاري وين المجاري؟ هذا مشروع الحل الكبير وين؟ شو نسمع بيه وماكو؟ هاي صار يمكن 10 سنوات وكل شيء ماكو. طب على شارع 60 بس الحفر والهاي ومجار وماكو اي خدمات، ماكو. الحله تعبانه يعني كلش تعبانه. زين والحل شنو برايك؟ والله ماكو حل، يعني اذا تبقى على هاي الحكومه ماكو حل. زين الحل بس يا رب العالمين. زين والله احنا تعبنا من هاي يعني هسه هاي البنى التحتيه احنا ما عندنا. زين هاي يعني اسهل شيء هي هاي البنى التحتيه يرثى تعبانه. خوش بعد نطلب من الله وبعد شلون يعني. زين يعني شوف هسه هاي الامطار هاي يعني ايش قد صار سنين خوب، يوميه مجاري كل سنه كل محافظ كل هذا، يعني ما بيها استقرار، ما بيها امان، ما بيها كل الصفات بيها. يعني باقي المحافظات، انا ذاك اليوم باربيل خوب، هي من العراق اربيل، تجيب لك قطره مي
ست ساعات تمطر ما بيها. هاي كربلة ما يعني حلوة، ليش محافظة بابل؟ شو ياهلك مشنا يقضي بينا التوبة؟ شنو السبب؟ شنو اللي يصير؟ يعني ما أعرف شنو يعني. إحنا محافظة حلوة بابلين يريد لهم ثقافة من نوع كل يعني. شوف هسه تفضلت شنو هاي الشيحة؟ باقي البيوت بمحيزم غرقانة، شارع 80 شارع 80 غرقانة. يعني طب أنا سجال سايق مال تاكسي أطب يعني معاناة يعني أقول خطيئة هاي العالم. يعني عندنا طلاب اليوم مرة وقعت بالطينة يعني وهي مدرسة، يعني منين يقبلها؟ يقبلها المحافظ؟ يقبلها رئيس الوزراء؟ خلي يجي يشوف معاناة محافظة بابل. يعني ليش يعني شفنا يعني ناس فقرة، ناس بيها خيرة، ناس بيها صايمة، ناس بيها مصالية، المن الروح؟ المن الناس؟ هسه ما تخلصت لين علقوا الصور. هسه احنا شنو نقبض من الصور؟ يا علي روح المحافظة بابل يقول ما احنا ما نروح، كليتنا ما نروح ننتخب. من اللي يروح ينتخب؟ اريد لنا واحد نزيه نظيف يعاني مثل محافظ كربلاء. يعني هسه العام محافظ كربلاء ابد ما تهده العالم، النظيف ابد ما تهده. ولكم الشكر والتقدير والتحيات. خراب ليش؟ يا اهل يلزمها يقضي بها التوبه، يا اهل يلزمها يعبي، يا اهل يلزمها. ما تقول العالم احنا خطيه، باشر الانسان وراء شبر واربع اصابع. ما يفكر، يفكر بس يجيب ويلغف ويعبي، يجيب ويلغف ويلعب. يعني هاي بصدق شمون هذا شارع 60، شارع 60 ايش قد صارت به حوادث، ايش قد ناس ماتت من ورا، يوميه حافرينه، يوميه حافرين. اريد نشوف العله شو وقت. يعني لو هسه كل سنه عاد ابلط مثل منطقه كان هم خلصت من ال 2000 ولحد الان. فيا اللي يلزمنا يا عمي احنا متنا وتعبنا وملينا وعساها بحظهم وبختهم. والله استاذ العزيز غياب دور البلديه بالاساس، غياب الدور مالتهم يعني البلديه ماكو اي شغل لهم اي دور، يعني خاصه بالفصل الشتائي ماكو، احنا ما نشوف دور من البلديه. يعني الرقابه المجاري خلف الله على الدفاع المدني والشرطه خطيه، يوفرون جهد سحب المياه وهاي العوالي يعني المناطق النائيه ماكو، يعني ما يقدرون يوصلون صوتهم او عدم موظفين طلاب مدارس، يعني يريد يطلع للمدرسه ما يقدر. هسه احنا بشارع 80 وحي الامام وشارع 60، المي يعني واصل لبيوتنا، ما نقدر لا نطلع للمدارس لا الكليات لا الموظفين. ما عنده سياره شلون شلون يوصل لدوامه، شلون يوصل لدائرته؟ فاحنا نعاني هاي بكل سنين. يعني من هسه من صرت وعيت عدينا لحد الان انه نخدمكم وراح يصير مشاريع وما ادري شنو، هاي كل شو ماكو حبر على ورق. فاحنا نطلب من دولة رئيس الوزراء محمد شاع السوداني اللي طلق حكومة خدمية، يا ريت يعاين محافظة بابل. يعني بابل منتهية من ناحية الخدمات والإعمار، كل شو ماكو. طبعا هو الخلل بالسياسة، إذا تم نصير محافظة أو مدير بلدية أو عضو مجلس محافظة، هذا دورك انت، هذا دورك التشريع والرقابي والخدمي، وانا كل شو ماكو ما بدنا نشوف من عندهم اي شيء. يعني هسه المحافظ ما ادري وينه، السيد محافظ بابل ما اعرف وين، يعني بمن ملتهي ما يطلع يشوف الاحياء المناطق النائيه يفتار؟ ماكو، ما استغلوها فرصه المرشحين.
مرشحين يوفرون سيارات سحب مياه ولهم صالحهم يعني مو صالح البلد او شيء. خاله ما اشوف يعني شوارع شوف اسوي احنا يوميا نجيب بطين ونرجع لهنا مطيانه يعني ما كويس. شوفوا لنا حال شوفوا لنا عطال هاي سيارات ما نشوف هاي السيارات شوفوا السيارات يعني ما كويس الله شاهد. هاي والله حتى الصفوف الصفوف بالرحل مكسره نقعد بالقاع مرات يعني ماكو هيك. ايش مدرستكم فاضت؟ اي والله هسه مدرستنا فاضت الله شاهد هسه هاي كلها فايضه المدرسه. يعني الوضعيه الماساويه هاي جاي يشوفون الطيانه. انا عندي اربع جهال هنا بالمدرسه ولد اثنين وبنات اثنين يعني يوميا اجيهم ارجعهم طينين منها اجيهم ملابسهم لازم للغساله لازم يوميا ملابس شعارات براقة ولافتات هسه ترسد الدنيا يوم يجيك واحد يقول لك أنا أسوي لك أسوي لك يا ذهب أنا ما أدري شنو أنا مجاري وتبليط برقبتي بس تنتخب حرام بعد لا أشوفه ولا يجي ولا أبد نهائيا الدور تخابر عليه يشد موبايله زين أنتم هذا الشعب كان ينتخب 99% هسه الشعب قام ينتخب 30% و30% يا أما بطانية يا أما بسمشات الانتخابات ماك واحد ينتخب صدق هم اهله ما راضين عليه هسه اللي مرشح اهله ما راضين عليه بس هيك شعارات براقه حرام وما مستفادين هاي المطره البارحه الماي ترس البيوت الواد مغرقت الفراش غرق حرام صبحت الواد مغرقانه ملابس للمدرسه ما عاد تلبس جهال غرقانه شو اسمه وتشوف الواد ثلاث اربع كرفانات كل اللي يجي لك اعطيكم قطع وما ادري شنو بس جماعه البلديه هم اللي مستفادين واحد يطي الثاني هم بيناتهم اسكتك وسكتني انا بقول لا تقول علي وانت بوق وانا ما اقول عليك هيك هذا الوضع بالعراق صاير يعني من 2003 صار لنا تقريبا 20 سنه ونفس الوعود ونفس الطينه انا يمتى اتني واحد يجي يبلط لي ويمتى نهائيا كل شيء ماكو الله وكيلك والعباس وكل اللي حاجك ابو عمامه ابو شفيه لابس بدله لابس قاط كلها كذابه كلها كذابه الله وكيلك والعباس كيف لك هذا الوضع مأساوي بالعراق يعني انا صار لي 20 سنه بهاي الطينه هاي الطينه نفسيتها زين والمدارس اللي بناها صدام نفسيتها لحد الان حطونا شذن الجاهز اللي هو فينا اذا ابن مسؤول حط ابنه بمدرسه جاهزه هسه فينا لان اذا وقع ركن وقعت المدرسه كلها فينا اذا حط ابنه وعافون 5000 مدرسه بالعراق عافون عن نص وشردوا شلون تعطي فلوس المقاول وهو ما مكمل شلون تعطي يعني هسه انا رجال مواطن ما نقول موظف ولا مواطن بس انا اذا ما عندي رصيد بقد المدرسه شلون انا اسلمه مدرسه؟ يبوق فلوس ويشرب. زين هاي خد تسمع المسؤولين قام الطفل يفتهم. بعد شعارات هاي ما تاكل على الشعب كله عرفته حرامي. والله انت شو تشوف قبالك؟ كل شيء ماكو. لا تبليط لا مجاري لا ماي كل شيء ماكو. لا سيارات هاي السيارات كلها طين. لا مجاري لا ماي لا كهرباء. وهاي شوف حالنا بطين 24 ساعه بطين نروح لشغلنا بطين نجي من شغلنا بطين هاي هسه اشتغل بغسل انا هنا هاي قاعد من الغسل طين من يجي يغسل سيارته من يجي يغسل سيارته وهاي شوف هسه تكبارك حتى تبليط ماكو هسه ابسط شيء هو التبليط لا والله ما تخب على مو شنو تخب لا ختمات لاكو مي لاكو كهرباء على شنو تخب مو صحيح كل شيء كل شيء ماكو كل شيء ماكو هاي دولة تعبانة دولة خايسة كل شيء ماكو الله وكيلك ومحمد كفيلك كل شيء ماكو بهالدولة هاي راح نعيش هيجي ونموت هيجي كل شيء ماكو.